قد ايه نور الرياضه اليوم وبكره وبكل وقت هي قد ايه مهمه لحتى تساعدنا على تحسين حالتنا النفسيه وصحتنا الجسديه كمان بنفس الوقت وبتساعدنا يعني اثبتت كثير دراسات نور انه بتساعد على خروجك من حاله الاكتئاب والتوتر وبتخفف هذا الستريس يلي بيرافقنا باليوم او من الضغوطات يلي بنواجهها خلال الحياه. اكيد الرياضه اساسا حياه، لما نقول الرياضه صحيح. حياه فإلها تاثير جدا ايجابي على صحتنا النفسيه والجسديه، ويمكن دائما خلال رحلاتنا الصباحيه حفاف بنسلط الضوء لمساحه خاصه عن الرياضه لانه بنحكي بشكل مستمر عن اهميتها، ورغم ذلك في ناس منا ملتزمه، يعني يمكن حتى نحن بنقول بدنا نسجل نلعب رياضه بالبيت حتى لو ما سجلنا قديش صحيح. ممكن تاثر على نفسيتنا وتفرغي طاقة بطريقة سليمة وصحية. لنحكي عن تأثير الرياضة على حياتنا الجسدية والنفسية معنا الكوتش الجميلة هديلي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحك. خلينا بالبداية هيك نعرف مشاهدينا على فوائد الرياضة على الصحة النفسية أهم شيء. هلا هي بالبداية مثل ما قلتي صحة نفسية، يعني هي بالنفس بتعزز من صحة العقل، يعني أنا هون عندي حالة من الإجهاد والاكتئاب بيصير عندي تقليل منها، بتعطي طاقة إيجابية، بتحسن من صحة العقل، وهون أنا بيكون عندي اكتئاب توتر هي كله بيروح بالرياضة، بيزيد عندي التركيز، بيزيد عندي القوة إنه أنا الهدف إنه أنا بدي ألعب، بدي أروح الستريس اللي عندي مثل ما حكيتي بالبداية. فأنا هون كمان بيصير عندي بتزيد عندي سمات القيادة أكثر، وكمان يعني مثل ما حكينا إنه هي بتقلل من التوتر والقلق. خلينا نحكي عن نقطة كثير مهمة، يعني دائما بنركز على أهمية الرياضة وانعكاسها الصحي والسليم على الجسم والنفسية، بس خلينا نحكي عن الطرق للتحفيز لممارسة الرياضة. أنت ككوتش يمكن أي حدا بيجي جديد بتلاقي كثير من الناس بتحب تلتزم بس ما عندها هي القدرة، أو كيف شو الطرق اللي بتعتمديها مع أي حدا جاي جديد لتحفيز ممارسة الرياضة من البداية؟ هلا انا اول شيء بحب اللعب الجماعي، فبيعطي تحفيز لكثير من الاشخاص انه ما يخجل، يكون عنده انه القدره انه هو يلعب اكثر، فهون بيصير عنده حافز انه لما بيشوف رفقاته مثلا الكل عم يلعب بده يلعب اكثر، فهون بحب اللعب الجماعي، هي اول طريقه بتكون منيحه لانه الواحد يكون عنده حافز قوي انه انا بدي العب. طبعا لما بده يفوت واحد اذا شويه عنده بدانه بده يشوف مثلا عنده بالفريق اجسام مختلفه، فبيصير انا بدي مثل هي بدي اعمل مثل هي مثل هذا بدي انحف، فانا هون كمان عنده حافز كثير قوي. ما في حدا بضل قاعد بالبيت اليوم بدي العب بكره، فبده يكون عنده كمان هون الحافز الاقوى انه انا بلبس ملابس الرياضه، فانا هون يعني بتصير طريقه انعكاس فورا على العالم انه انا خلص رح اروح على الجيم العب. كمان بتعد هون لما الواحد بيصير يلعب بده يحاول يبتعد عن الطعام الغني بالدهون، لانه بس اكل طعام غني بالدهون فبده يرتفع عنده السكر، وبس ارتفع عنده السكر بيصير عنده حاله من الاجهاد والتعب. صعب يعني يبتعد يخفف، هي قد ايه في يعمل عمليه اعتدال يمكن نوعا ما. هلا كثير هو بيصير هلا لما الواحد بيلعب بيصير عنده الهدف اقوى، يعني غير لما انا تحفيز مختلف بالبيت. تمام. لا غير لما الواحد بيكون بالبيت وبيقول انه انا بدي انحف ببلش يخفف، ما راح يخفف، بينما الواحد لما بيلعب رياضه يعني بده يصير يقول عم بتعب وبتعب عشان ياخذ نتيجه اكثر. في اشخاص قبل التمرين بتاخذ كالوري فيه حتى صح. سكريات او يمشان تعطيهم انرجي، صحيح هذا الحكي؟ طبعا. هلا الواحد مو لازم يعني ابدا مو منيح انه يمتنع ابدا عن السكر. صحيح. السكر كمان بيعطي طاقه، بس كثرته شو بتعمل؟ هي الكثره عنده بتصير عنده الواحد خمول وتعب، بيصير عنده ارهاق، بيحاول يخفف يعني التوازن بين انه ما ياكل كثير وياكل، بده يصير عنده توازن. خلينا نحكي عن افضل وقت لممارسه الرياضه، يعني كثير اوقات العالم ما بتعرف انا لازم اعمله الصبح قبل الاكل بعد الاكل، اكيد كمان بتختلف اذا الشخص بده ينزل وزنه صح. او ينصح، شو هو الوقت المناسب؟ هلا انا برايي انه كل الاوقات هي منيحه للرياضه، بس مثل ما بيقولوا حسب دراسات امريكيه انه الصبح للمرأة بشكل عام هي مفيدة كثير، بيكون عندها معدل الحرق أقوى، بينما الرجل هي إذا بدها تضعف؟
طبعا اذا بتتضعف لانه هي بيكون عندها معدل الحرق كثير كبير بهي الفتره الصبح، بينما الرجل بيكون بفتره المساء هي منيحه لصحه قلبه، فبيقولوا انه المراه الصبح والرجل المساء اكثر صحه المساء اكثر شيء هيك. طب خلينا نحكي بما انه هيك مرقتي سريعا على اهميه الغذاء مع ممارسه الرياضه، تاثير النظام الغذائي بشكل عام مع الرياضه قديش مهم؟ يعني فعليا لازم من البدايه مع ممارسه الرياضه نبلش بنظام غذائي صحي؟ هلا هي 50% من نسبة نجاح الدايت والرياضة هي والنظام الغذائي، لأنه أنا هون بدي أدخل بالنظام الغذائي الخضروات، فهي أنت كله هيك كله طاقات وفيتامينات وفيتامين A فيتامين C، هي كلها فيتامينات بتساعدك وبتعطيكي طاقة. يعني أنا لما بدي وازن بالنظام الغذائي كمان باخذ نتيجة أكثر، لأنه النظام الغذائي مثل ما قلت 50% من نجاح الإنسان إذا بده يلعب رياضة وينحف. ما في رياضة بدون دايت، يعني أنا لما بدي ألعب رياضة لازم يكون في دايت، لانه اذا بلعب وان شاء الله بلعب شهر وشهرين، اذا ما كان في انا معدل وسطي انه انا هي ما اكلها هي اكل انا اعمل هيك وازن النظام الغذائي ما باخذ نتيجه صح. هي هون خصينا الاشخاص يلي بدهم ينقصوا وزنهم ويصير عندهم وزن مثالي، يعني ينزلوا وزنهم، شو الاشخاص يلي شو هي نصائح للاشخاص يلي بدهم يزيدوا وزنهم؟ يعني انت حكيتي هلا بس عن الدايت تمام وخضروات كذا، هلا كثير في اكلات انه الواحد قبل التمرين شو ياكلها وبعد التمرين شو ياكل. كمان هون بيختلف النظام الغذائي عن الاشخاص اللي بدها تنزل وزن وعن الاشخاص اللي بدها تزيد الوزن. هلا زياده الوزن بصير التمرين غير والنظام الغذائي غير كمان. هون بدك تعرفي شو الاكلات؟ لا صحيح انه لازم هو يضل ياكل الاخضر واليابس او لازم حصر البروتين مشان بناء الكتله العضليه. لا ما في ياكل، لو بده يزيد وزنه ما فيه ياكل شو من كان. في عندك نظام غذائي معين لزياده الوزن مثل ما بيقولوا فول الصويا، زبده الفستق هي كله بياكلوها. في عندك البروتين بيكون هون عنده نسبته عاليه، يعني كله بيختلف عن الشخص اللي بده يخفف وزن. يعني بدك تعملي مثله كيف الواحد انه ما لازم ياكل سكر، ما لا بياكل بس له اوقات معينه، يعني بتختلف عن الشخص اللي بده ينحف. طب خلينا نحكي عن انواع الرياضه، يعني كثير بنشوف كوتش مثلا في انواع معينه للرياضه بتقول لك هي افضل انواع، خصوصا عند النساء اذا بدنا نحكي، والرجال شو هي افضل انواع الرياضه؟ هلا كل الرياضات مفيدة، بس بالبداية إذا واحد جاي جديد على الرياضة بده يبلش بالمشي، بالتمارين الخفيفة خفيفة الوزن. هلا عندك المشي منيح، الرقص منيح، الباليه منيح، اليوغا، السباحة كثير مفيدة، بتحرك عضلات الجسم. أنا كل الأنواع الرياضة عندي إياها مفيدة. بس احيانا في رياضات بتعمل اجهاد، يعني عم نشوف بالاونه الاخيره بعض الناس عم يكون الى يعني متاثره ببعض الاصابات او على جسدها بسبب اجهادها بانواع من الرياضه يمكن هي غير قادره على تحملها. تمام، هلا الواحد لما بده يفوت بده يكون عنده مثل طرق انه هو شو لازم يلعب. هلا انا مثلا اذا واحد عندي معرض لانه ينصاب او مصاب بالاساس، انا ما بلعبه شو من كان. يعني انا مثلا بلعبه تمارين قليله الجهد بحيث انه هو ما يتعب كثير. هلا في عندك اغلب البنات بتلجا للرقص، للايروبيك، للزومبا، للسباحه. كمان هلا الشباب بتحسين اكثر شيء بيميلوا للاوزان، للتمارين القتاليه. فهون بتختلف كلها بين النساء وبين الرجال، هون شده التمرين ونوع التمرين بالاساس. هلا نحن بشهر رمضان المبارك في اشخاص كثير عاملين حميه، قد ايه ممكن تساعد الرياضه بنجاح هي الحميه؟ هلا هي كثير منيحه وبتساعده بشكل كثير كبير انه هو يكون عنده نجاح الحميه 100%. ليش؟ لانه هون بيكون عنده النظام الغذائي مقسم لوجبتين، فهون هو بيتحكم بطريقه شو بده ياكل وطريقه والكميه. يعني هون هو نسبه النجاح فيها كثير كبيره بتكون. اكيد. بالختام كوتش بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.